انا بدات في الاول ما كنتش بعرف ارسمه. الدكتور رأفت يعني شكرا ليه جدا، خلاني اقدر ارسم بورتريه، وده بورتريه تاني. ودي فراشة، ودي سمكة، ودي وردة. أصعب رسمة فيهم إيه خدت منك مجهود يا نسمة؟ ما شاء الله أنا شايف مجهود حلو يعني. أكتر واحدة فيهم تعبتك البورتري. طب تحبي لما تكبري تبقي إيه؟ هلبس الدكتور. شكراً.